الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. استكملوا إن شاء الله بعض دروس المواريث وانتهينا فيما في يوم الخميس، الأربعاء من حكم الأبوين، والآن وانتهينا من أن الدين مقدم على الوصية، مع أن الوصية ذكرت قبل الدين في كتاب رب العالمين. ومن يذكر لما قدمت الوصية على الدين في القرآن مع أن الدين هو الأولى بالأداء؟ من يذكر؟ عايز أحس كده للناس معايا. تفضل. لأنه ما حد بيتابع ولا الوصية. لكن الدين له متابعون وله مطالبون وسيأخذونه من مال المورث حتى ولو كان قليل يستوفونه إن استطاعوا. أحسنت. يقول المولى عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هذه الآية دليل على أن الوحيد الذي يستطيع أن يحدد من يرث من وكم يرث وكيف يرث ومتى يحرم ومتى يحجب هو الله. هذه الآية: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. نضرب مثال بأي أسرة، أسرة فيها جد وجدة وزوج وابن وأولاد، والأولاد متزوجين وعندهم أولاد وحتى عندهم عبيد، هل أحد يملك أن يقول من سيموت قبل من؟ إلا الله، لا يعلم هذا إلا الله. لذلك قال: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ما أحد يعرف الأب عمال يحوش لأولاد من حلال أو حرام، ثم يفاجأ الجميع أن الأولاد كلهم ماتوا. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. إذن أنت لا تدري كيف تكون رحمة الله. ممكن تكون رحمة الله بوفاة الأبناء، ممكن تكون بوفاة الأبناء والأحفاد، ممكن تكون بوفاة الكبار في السن. ما فيش سن محدد للوفاة، ما في سبب محدد للوفاة. أنا أذكر كان في مغني في مصر يغسل الصابونة بصابونة قبل أن يستعمل الأخيرة من شدة الوساوس، ويغسل الفوطة بفوطة يعني، ولا يسافر بالطائرة يقول أخشى أن تسقط، ولا يسافر بالقطار يقول أخشى أن يخرج عن الطريق، يعني كان شديد الحرص. كيف مات؟ كان يمشي في بيته فتعثرت قدمه في السجادة فسقط على أم رأسه فمات. يعني أنت بتعمل إيه؟ أنت اترك الأمر لله وسيدبر الله الأمر. شريطة أن تكون أنت من المخلصين، إن كنت من المخلصين ستقول القول السديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وذكرت أيضا في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم
ذرية ضعافة. أنت خايف عشان عيالك ضعاف، والأسرة كلها إخوات ممكن يهجموا على التركة، إخواتك أنت مثلا خايف ده يهجموا على التركة، فأنت خايف تموت وتسيب العيال الصغيرين دول والأعمام ياخذوا التركة. فربنا بيقول لك ما تخافش، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ايه هو القول السديد؟ الحق، تكلم بالحق وان غضب منك الناس، واعتمد على الله وان ظهر لك انك لا نصير لك، اعتمد على الله فقط، سيدبر الامر لك ويدبر الامر لاولادك. الم تقرا في سوره الكهف، الم تقرا في سوره الكهف: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك. موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم يخطئ في الاجابه على سؤال: يا موسى من اعلم الناس؟ قال: انا، لانه هو الرسول ويعلم انه الكليم، فرد طبيعي اعلم الناس هو. فعاتبه ربه وامره ان يذهب الى عبد من العباد بعيد فيسافر اليه موسى ليساعد هذا العبد في ان جدار سيسقط. شوف بقى الرزق، شفت ربنا بعد افضل البشر في زمانه، موسى بن عمران ليسافر ليقيم الجدار مع الخضر عليه السلام، فيقيم الجدار ليحفظ كنز الصغار لان جده السابع كان رجل صالح، كان في جد صالح، سابع جد مش ابوه، لان الاب هو كل ما ابوك ومن علا، هذا ابوك وولدك، ولدك انت الشخصي ومن نزل. فلذلك ارسل الله موسى ليسافر هو وبنيامين، هو ويوشع بن نون خادمه الذي ورث الرساله بعده، ويتعاون مع الخضر في اقامه الجدار، لان اهل القريه بخلاء، لو سقط الجدار ووجدوا الكنز اخذوه، وحرموا الايتام كما يحدث بين المسلمين، يحرم اليتيم متعمد يقول خلاص انا هتولاه، لا، احفظ له ماله، ثمره، مش تحبسه كمان عشان اذا كان تاكله. قالت امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها: ثمره مال اليتيم، لا تاكله الزكاه، لازم تدفع منه الزكاه، يعني في وديعه كبيره مثلا 100,000 ريال او 100,000 دولار، نصيب هذا اليتيم، لا تجعلها فقط تنفق منها عليه حتى اذا كبر وجدها قد انتهت، او ان كنت يعني على شيء من التقوى تنفق انت من مالك وحافظ، لكن تدفع منها الزكاه، فعماله تخس كل سنه، تخس كل سنه، لازم تثمرها له كمان، لازم تثمرها له وتخليها تدر عائد وربح حلال، يدفع منه الزكاة. فإذا كبر الغلام وجد ماله الذي تركه أبوه أو جده أو مورثه، يجد المال كما هو فيستعين به على قضاء حاجته. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ما تأكلش فلوس اليتيم قبل ما يكبر تكون خلصتها، إن كنت فقير كل بالمعروف، وإن كنت غني اتق الله وكن من ذلك، فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فأصحاب الفروض قلنا إذا كان فيه ديون تسدد أولا الغسل، الكفن، الديون، الوصية، ثم أصحاب الفرائض
إذا كانت في زوجة تأخذ الثمن، وبعدين في أولاد أو تأخذ الربع إن لم يكن فيه أولاد، وهكذا. والأم تأخذ نصيبها والأب يأخذ نصيبه، إن كان فيه أولاد كل واحد منهما السدس، إن لم يكن الأم الثلث والأب الباقي مع أن الأب لم يذكر. فلا تقسم التركة قبل أن تخرج الديون والأصول الواجبة أولا، ثم الفرائض، ثم يقسم المال على الأولاد. طيب، حكم الأبوين مما درسنا، حكم الأبوين، قال الله تبارك وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن لم يكن له ولد. ما في ولد؟ إن كان له ولد، كل واحد الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس. إذا تساوى الذكر مع الأنثى هنا، الذكر والأنثى تساوي، بعض الحالات يتساوى الذكر مع الأنثى، لكن معظم الحالات للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ما جاء اسم الأب، ما جاء ذكر الأب؟ أنا نسيت الترجمة. حد هنا محتاج إنجليزي النهاردة؟ يمكن في نساء. طيب. We were talking on Wednesday about some rules. As we said in خطبة الجمعة, when Allah created the human being and they multiplied, it became Islamic legitimate rules. These rules been created to keep the balance on earth between mankind. So if we have a person who passed away and left behind some money, how we divide that money, how we spend that money? First, the cost of his kafan, cost of his ghusl, his shower before we bury him, the cost of the grave if we have to pay some money for the grave, and after that, we pay the debts on that person who owed, if he owes someone money, and whether he have those people have proof or he verbally said to his people, his family, that I owe someone some money, they have to give that money back. And the brother Muhammad Ali asked us last Wednesday that some people they have the money but they refuse to pay. If the deceased one gave wasiya, paid the money, and they denied, he is cool in his qabr, in his grave. But his family will carry double sin. Sinfully that they didn't, they denied the wasiya of their father or the person who left the money for them. And number two, that they ate the money of others without right. They will be facing a severe punishment because that money is money of Allah and he push it into the direction he wants. So you opposed Allah, you opposed the messenger, you denied the wasiyah of your family member and you ate haram money. And the haram money means you and those who ate the money with you will be the fuel of the hellfire. You have to pay the debts, then wasiyah. What is wasiyah? Wasiyah, if someone wants to give a share of his money to some of relative before he died, he wrote with a lawyer or said to his family, give that much money to that person. He's a neighbor, a very poor neighbor. He is not his relative, but he loved him in the pleasure of Allah, and he wants to grant him some money. This has to be done. Or some of his sons died in his life, and they left kids, and the grandfather before he died, he said, the share of my deceased son to be given to his children. It has to be done. If you will eat it, you eat haram money.
Read if you want what Allah subhanahu wa ta'ala said. I forget the ayah, I will remember it in a second, inshaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala wants you to make sure after wasiyah you give the money to those who have a fixed share by the book of Allah, like the wife of the deceased one, or his mother, his father, like the wife takes 1/8 if there were any kids. If there is no kids, the wife of the deceased one takes 1/4, and you reverse it. If the wife died and has no kids, the husband takes half of the wealth. And if there is kids, the husband takes 1/4. So, cost of the burial, debts, wasiyah, the will, then fara'id, mandatory shares to be given, and whatever left behind, we divide on the children. If there are some children deserve to receive any share. Allah subhanahu wa ta'ala says, now we will discuss the position or the legitimate rights of the parents. The parents is your father and mother. Or if the father is absent or deceased, his father is alive. That will be a replacement of your own father. And Allah said, if there were any kids between the two parents, and one of their sons will die, the mother will take 1/6, and the father will take 1/6 likewise. They are equal in the right here. While we know that the male takes double of the female, they will take equal share. But if there is no kids, Allah said the mother takes 1/3, and Allah skip the father. Skip the father as a text, but the father remain as hukm, as a legitimate rights. If Allah said وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ, his parents will inherit him and their son. His mother takes 1/3, and Allah stayed quiet after that. He didn't say anything. That means the 2/3 will be to the father. If you read majority of ayat on Quran, you find a fixed text, but there is a hidden meaning with every fixed text. Like here, 1/3 for the mother, if there is no kids. But Allah subhanahu wa ta'ala didn't mention the father. The father needs to take his share, the rest, which is 2/3. Allah didn't mention that, but you understand that from the hidden rights in the ayah. فَإِنْ كَانَ لَهُ أُخْوَةٌ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. Now, if that deceased one has brothers and sisters, his mother takes 1/6. From 1/3, she will go 50% less. While his brothers and sisters are not taking anything. So why Allah made the mother less 50% all of a sudden because the deceased one has kids, has their brothers and sisters? بالعرب رجل مات له أبوي فضل له أبوان وله أيضا إخوة وأخوات بنات ورجال ذكور وإناث. في هذه الحالة إذا مات الأم لها السدس والأب له السدس. طب أخواته لا يأخذوا شيء. طب وبقية الترك ترد على الأب. أقرب ذكر يأخذها مين؟ الأب. ليه الأب؟ لأن الأب هو المسؤول عن الإنفاق على أخواته المتوفى، لأن هم أولاده. فرجع المال، يعني خد السدس، الأم خد السدس، والأب خد السدس، والباقي ما توزعش على الأولاد.
الباقي رجع لمين؟ للأب، لأنه يحجب كل من خلفه. الأب وضعه أقوى من وضع أي إخوة للشخص المتوفى. هو ياخد المال كله وبعدين يتولى الإنفاق على النساء من أخوات الميت، لأنه هو اللي بينفق أصلا، هو اللي كان بينفق على الميت أصلا قبل ما يموت وقبل ما يترك ماله. في أحكام كثيرة، فهذه أحكام الأبوية. أولا الأب والأم يأخذ كل واحد منهما السدس إذا كان للميت فرع وارث. اللي مات له حد يرثه، عنده أولاد، فالأب والأم يأخذ السدس. ملوش الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الثلثين، له إخوان الأم تأخذ السدس والأب يأخذ الباقي كله تعصيبا. خلاص؟ أنتوا فاهمين ولا أنتوا ضاعتوا مني ولا أنا ضاعت منكم؟ ها؟ طب أسأل؟ أنا فاهمين. طب أسأل؟ ها؟ طيب، رجل مات وترك ابن وابنة وأب وأم وثلاثة إخوة ذكران وأنثى، وترك مبلغ من المال، وزع المبلغ، مين يقدر يوزع المبلغ؟ كلام بس، وزع المبلغ. أنت قلت إنك فاهم، وزع المبلغ. الأولاد للزوجة. الأول؟ الزوجة والأولاد. أنا قلت رجل مات له أولاد، ما قلت له زوجة، له أولاد وترك أب وأم، وترك أب وأم وأولاد عنده وأولاد، وترك إخوة وأخوات والأم السدس. ها؟ الأب السدس. الأب السدس والأم السدس. ها؟ إذا كان فيها ذكور، لو إذا كان فيه أولاد ياخذوا الأولاد. طب ملوش أولاد هيرضى على مين؟ على طب إخواته، إخوات الميت. محجوبين بالأرض. أفتح الله يفتح. طيب بس أحس إن أنتوا إيه معايا والموضوع ما تهش مني ولا منكم. طيب نمرة اثنين، إن لم يكن مع الأبوين أحد من الأولاد فإن الأم ترث ثلث المال والباقي وهو الثلثان يرثه الأب. نمرة ثلاثة، إذا وجد مع الأبوين إخوة اثنان فأكثر فالأم ترث سدس المال والباقي خمسة أسداس للأب وليس للإخوة ولا الأخوات شيء أصلا، لأن الأب يحجبهم. إذا كان للميت أولاد يأخذوا نصيبهم بعد السدس والسدس للأبوين. طيب هنقول دلوقتي أحكام، بسم الله، أحكام الزوج وأحكام الزوجة أو الزوجات. أنت تعرف أن الله فرض، يعني أجاز، الشريعة الوحيدة، الشريعة الوحيدة the only شريعة the only by laws in Islam over the centuries and among all the messengers to allow one wife is the شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الناس بقى بالعكس، كل واحد يتكلم يقول احنا لنا أربعة. أيوة لك أربعة، قبل كده كان لهم أكثر، لكن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الحد الأقصى أربعة، والوحيدة اللي قالت لك فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لا قبل كده ما كانش فيه، اللي عايز ياخد ياخد، لا قبل كده. حتى عمر بن الخطاب لما أسلم كان عنده يعني أكثر من أربعة، منهم كافرات ومنهم مسلمات، فقال الله ولا تمسكوا بعصب الكوافر، فطلق الكافرات وبقي له المؤمنات. المهم اللاتي رغبنا في الإيمان، فيقول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذن الكلام على النساء، الكلام للرجال بخصوص النساء. نساء ماتت وأنت زوجها لم تترك ولد لك النصف، فإن كان لهن ولد فلكم الربع.
لها أولاد تأخذ الربع، والربع يرجع على أولادنا. فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصينا بها أو دين. يبقى نصيحة الدين، فالوصية فالفرائض. فرائض اللي هو مين؟ هنا الفرائض اللي هم مين؟ ها؟ الزوج. أحسنت، الزوج الفرائض. طب الأولاد مش فرائض؟ لا، الأولاد ميراث عادي، لكن الفريضة هنا للزوج. طيب، ولهن، يبقى الكلام دلوقتي للنساء بخصوص الرجال. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ما عندك أولاد ومت، زوجتك تأخذ الربع. طب ما عندكش حد تاني خالص خالص، لا أب ولا أم ولا خال ولا جد ولا عم ولا أي حاجة، زوجتك هتأخذ الأول نصيبها النصف، ثم بعد هتأخذ الربع، ثم بعد ذلك الثلاثة أربعة يترد عليها برضه، لأن هي الفرع الوارث الوحيد. إذا في الحالة دي ممكن الست ما تاخدش الربع، زي ما بيقعدوا يتشددوا ويقول لك فين العدل والست محروم. طب ما هنا لو ما لهاش حد وارث معاها هتاخد كل التاج، لكن مش زي هنا في أمريكا. هنا في أمريكا حتى لو معاها فروع ورثة وهي قدرت تحط إيدها على التركة بتاخدها وبتفوز بيه. لكن الله عز وجل يقول: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. فلهن هنا مجموع الزوجات. أنت معك ثلاث زوجات، معك زوجتين، معك زوجة، معك زوجة طلقت ونزلت في عدتها، طلقت ونزلت في الإيه؟ في العدة، وهي طلقة رجعية، وهي طلقة إيه؟ رجعية. تدخل مع المجموعة في الميراث، تدخل مع المجموعة في الميراث. بس هي مش في رجال يتعمد وروحه بتطلع لا روح انت طالق. والله في يفعل ذلك، وروحه بتطلع تغيظا منها لما لقى ان هي هترثه، يقول لا انت طالق. هذه طلقه رجعيه، انك وقت ما قلت انت طالق انت لم تمت بعد، فهي في عدتها فترثك لو مت وهي في عدتها. لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع الحقوق، الحقوق محفوظة. تخيل بقى لو أنت اديتها لي أنا بقى أوزعها على مزاجي، أخدها كلها لي أنا، مش هدي لحد حاجة خالص، أنا حر وأنا المتصرف بقى. لكن لأن الله هو المتصرف في المال فلا ينازعه أحد. ما قاله يمضي تنازعه، يبقى أنت تبوأت مقعدك من النار. تبوأت يعني إيه؟ يعني حاول تتخيله من دلوقتي شكله إيه؟ لأنك تنازع صاحب الملك، أنت تنازع الملك. من أنت حتى تنازع الملك؟ لأن الملك تحت يدك، فلذلك أنت تنازعه وتظن أنه لا يستطيع أن يصل إلى المال. لا، حاشا لله، إنه يستطيع أن يصل ويستطيع أن يثمر لك المال، ثم بعد أن يتضخم المال جدا وتفرح أنت به جدا جدا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فقطع دابر الذين كفروا والحمد لله رب العالمين. سيبك أنت فرحان بشوية المال ده، كتره لك كويس ويكتب يكتب، وأنت فرحان بقى مليارات وملايين، وفجأة يأتيك العذاب من حيث لا تحتسب، فيضيع منك كل شيء وتدخل فقيرا. وبيعدنا في مصر يقول لك الكفن ملوش جيوب. الكفن ايه؟ مالوش جيوب. ولا ولو حملت ما تنتفع به. لو حملت معك ما تنتفع به شيء. The legitimate rights of the husband and the wife. If the wife died, and left some branches to inherit her. Branches means the children. The branches will take their share after the death. If the mother owes someone anything, after the cost of burial, after the wasiyah, if she gave a will to someone, whatsoever that one is,
After that, the husband will take one fourth, because he has, she left children. If she left no children, the husband will take one half. Let's reverse. The husband died, and he left some, his wife, and he left some children. The wife, after all the necessities to be paid first, once again, the burial cost, the debts, the wasiyah, after that, the wife or the multiple wives, if he has any more than one wife, all the wives will share one eighth. All the wives will share one eighth. Some people stubbornly, once he feel that he's passing away, he surprised one of his wives saying, go, you are divorced. He wanted to deprive her from inheriting him. But once he said to her, you are divorced, and he died within a few minutes after that, no one can stop her from inheriting him. Why? Because he said that while he was alive. And no one knows. Maybe it is not the death. Maybe he is very sick and he will wake up. So she started her iddah once he said to her, you are divorced. Whether he remained a few days or a few hours, as long as she's still in the iddah, she will be included to share the one-eighth with the other wives, which he's still married to them. Because that wife, the divorced one, in iddah still his wife. If he will wake up, if he will become good again, he can return her within 3 months. So she still included. حكم الأخوة والأخوات قال الله عز وجل وهذه أيضا إشارة مرة أخرى أن الرجل أن الله يقول إشارة ويقصد شيئا آخر انتبه عندنا حكم الإخوة والأخوات عندنا صنفان يعني في 3 أصناف من الإخوة والأخوات الإخوة الأشقاء اللي هم من نفس الأب ونفس الأم والإخوة لأب من أب واحد ومن أمات متعددة والإخوة لأم من أم واحدة من آباء متعددون تفضل 3 أنواع للإخوة والأخوات في عندك حاجة رابعة؟ ما في رابعة حد عنده حاجة رابعة؟ إما شقيق وإما أخ لأب وإما أخ لأم بس تنظر يختلف وضع الأخ الشقيق والأخ الأب طبعا لما أقول الأخ يبقى الأخ والأخت الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يختلفون عن وضع الإخوة لأم لأن الأصل الأب أقوى من أصل الأم ممكن تكون أسرة الأم أشرف من أسرة الأب ولكن وضع الذكر في الإسلام أقوى وكما قلنا في خطبة الجمعة لما خلق الله بدأ الخلق الذكر هذه حكمته جل في علاه خلق الذكر خلقا بيده ثم خلق منه امرأته إذا وضع الذكر أقوى بقدر الله وقدره خلاص بقضاء الله وقدره فهنا يقول المولى عز وجل آيتين في مواريث في حقوق الإخوة والأخوات في أول في الصفحة الثالثة من سورة النساء يتكلم الله عن حق الكلام ثم يتكلم فيها مرة أخرى في آخر السورة في آخر الصورة لما تكرر الكلام لأن هذه غير تلك الأولى غير الأخيرة الأولى في سياق فواتيح سورة النساء خاصة بالإخوة لأم والأخيرة
في ختام سورة النساء خاصة بالإخوة الأشقاء والإخوة الأب. وسترى أنت لما تسمع أن هذه خلاف هذه، لأن نصيب الرجل هنا والمرأة بخلاف نصيب الرجل والمرأة هناك. فماذا قال الله بشأن الإخوة والأخوات الأم؟ We have three kinds of brothers and sisters under Islam umbrella. The first kind is brothers and sisters, blood brothers and sisters, in blood, same father, same mother. Those we call them the blood brothers and sisters. We have a second step or a second stage going down, which are the brothers and sisters from the same father and different mothers. We go down a third stage, brothers and sisters from the same mothers and from the same mother and different fathers. The strongest in inheritance, the strongest is the blood brothers and the brothers from the same father. Brothers and sisters, I mean. And the weakest is the brothers and sisters from the mother. Okay, why? As we said in Khutbah al-Jum'ah today, when Allah created Adam, He created Adam alone, as a male. And then He created from that male His mate, the female. So the position of the male in the eyes of Allah is higher than the position of the female, and both are mankind, and both as equal rights. Messenger of Allah said, "Al-rijalu shaqaq, al-nisa'u shaqaq al-rijal." The women are sisters of the men, sisters in rights, sisters in duties and rights. And Allah also said, ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف in Surah Al-Baqarah. And they have rights as the men have rights, and they have duties as men, like men have duties. So Allah made them equal in duties and rights, but the rights itself, the duties itself are various. They are not similar. The duties of the woman, for example, to become pregnant, it is not the duty of the man. He cannot be pregnant. Okay, don't listen to the movies when they make a man pregnant and they make fun. Don't listen to those guys, they are crazy. They want to imbalance the creation. And Allah ordered us to balance the creation. So I want the sisters not to be nervous when we speak about the man like that. Maybe one sister, righteous one, fears Allah the way it should be. Maybe she is better than 1 million regular men on earth. Because she fears Allah, those they don't fear Allah. But as a level, Allah put the man above. Then comes the woman. Plenty couples, husband and wife, you find the husband crazy. He's like the wind, cannot rest. He doesn't concentrate about anything, while his wife is a very heavy load woman, highly responsible of everything, highly worshipping Allah, sincerely loves Allah. And the husband is a loose guy. So it doesn't, but he still has the right to observe the issue. He is the head of the household. الجزئية ومش قادر أكمل معلش. إذن you find in سورة النساء that Allah spoke about a certain term which is كلالة. كلالة
meant someone died has no higher root to inherit him or a branch of him, but only he left a sister or a brother, or sisters and brothers. You will find Allah spoke about this twice in Surah An-Nisa. Once on the third page of Surah An-Nisa, in the middle, Allah mentioned this, saying, if a person die kalala, وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتَ, and he has a sister and brother, each one of them will take one sixth. فَلِكُلِّ وَاحَدٍ مِنْهُمَ السُّدُسُ. ثُمَّ رَجَعَ فِي آخِرِ السُّورَةِ يَقُولُ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَامِ إِنِّي امْرُؤٌ هَلَكَ, هَذَا امْرُؤٌ هَلَكَ وَهَذَا امْرُؤٌ هَلَكَ, هَذَا لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ السُّدُسُ, وَلَكِنْ هَذَا إِنِّي امْرُؤٌ هَلَكَ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ, مش السُّدُسُ. إذن هذا الرجل غير هذا الرجل, هذا المورث غير هذا المورث, هذه المرأة غير هذه المرأة, هذه ورثة السدس ولكن هذه ورثة النصف فرضا, وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هنا ورث السدس وهنا ورث كل مال الأخت, لأنه لا فرع وارث لها, لا ورث لها إلا أخاها, فهذا غير هذا. هذه the first one will take, if a woman or a man die and he has a sister or brother, each one of them takes one sixth. At the end of the surah An-Nisa, if a man die or a woman die and a man left a sister, she will take one half of his wealth. And if the woman die and she left a brother and he is the only one, he will take the whole wealth. So the same, no branches, no roots, but this one will inherit one sixth, male or female, but that one, if a female will inherit 50%, if a male will inherit 100%. That means the two things are carrying the same name only the same name. Kalala, kalala. Those are sisters and brothers from the same mother, and those sister and brothers from the same father and mother, or from the same father. Different rights, different ahkam. That's why if we learn ahkam, we will be so happy that we are servant of that Lord. You will be very satisfied. He won't abandon you, he won't forsake you, he will be giving you what you deserve to take. So don't steal, don't rush to take whatever it is not your rights. طيب, Allah subhanahu wa ta'ala, طيب, أنا أعتذر والله, أنا أحاول أن أكمل ولكن يعني ماذا أدري أكثر من كذا. نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله, إن شئتم نختار أي موضوع ليومي السبت والأحد, وإن شئتم نكمل الأمر بيدكم. يعني إن كنت هتحضروا بنفس العدد ده, أنا أفضل إن إحنا نكمل, لأن أنا سعيد بحضوركم جميعا, يعني بيخليني أحس بقيمة اللي أنا بقوله لكم. فإن شئتم نكمل, من مع أن نكمل السبت والأحد في المواريث, اللي عايز يكمل بس يجي, مش يقول أكمل ومش جاي. ها؟ طيب مين اللي هيجي؟ مين اللي ناوي يجي إن شاء الله؟ إن شاء الله. فخلاص نكمل إن شاء الله غدا وبعد غد, والله المستعان, إن شاء الله to be continued Saturday night, Sunday night, والسلام عليكم.